قام فريق من المفتشين بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على أسواق القرطاسية والملابس والمستلزمات المدرسية في منطقة السالمية، وذلك مع قرب دخول موسم المدارس وزيادة إقبال المستهلكين على شراء المستلزمات المدرسية. مع قرب دخول موسم المدارس وزيادة إقبال المستهلكين على شراء المستلزمات المدرسية، قام فريق من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على أسواق القرطاسية والملابس والمستلزمات المدرسية في محافظة حولي. إدارة الرقابة التجارية حطت خطط حق المواسم مثل موسم عودة المدارس أو الأعياد. إحنا في عودة المدارس تكثيف الجولات التفتيشية على القرطاسية وعلى الأسعار، عدم ارتفاع الأسعار، ارتفاع مصطنع وعلى بلد المنشأ، وأن المحلات تنضبط في القوانين وزارة التجارة. إحنا لنا رقابة في العروض، بس قبل هذا يحق لكل محل تجاري أن يسوي عروض، بس أنه يأخذ يسلك المسلك القانوني اللي هو تقديم لإدارة حماية المستهلك ليأخذ ترخيص تجاري لإقامة العروض التجارية. ضبطيات متنوعة بالمخالفات مثل الغش التجاري وفي عدم وجود بلد المنشأ أو عدم وجود الأسعار، وبعدها في أي حالة ضبط نقوم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محاضرة الضبط وحالتها لجهات الاختصاص اللي هي النيابة التجارية. فريق المفتشين التابع لإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك أعدوا محاضر مخالفات تمثلت في عدم وجود تسعيرة وعدم وجود بلد المنشأ ووجود سعرين على سلعة واحدة. احنا نقوم بجولات تفتيشية مستمرة بمناسبة العودة للمدارس ضمن خطة وضعناها في إدارة الرقابة التجارية، ومن خلالها طبعا ضبطنا عدد من المخالفات مثل عدم وجود بلد منشأ، عدم وجود أسعار، لا أحد استبدال واسترجاع، وبناء على هذا أخذنا الإجراءات القانونية، تسجيل محضر ضبط وتسجيل إشعارات المخالفة والمراجعة. الجولة التفتيشية لوزارة التجارة والصناعة متمثلة في إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك تهدف إلى حفظ حقوق المستهلكين وعدم وجود أي غش تجاري. نواف شراكي، قناة الأخبار. وللحديث أكثر حول جولات المفتشين بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة على أسواق القرطاسية والملابس والمستلزمات المدرسية، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري. فأهلا ومرحبا بك أستاذ فيصل. مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، ما هي خطة وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين في هذا الشأن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك نقوم بوضع خطة لقرب الموسم المدرسي، وذلك ألو معك أستاذ فيصل. أيوة، وذلك لقرب الموسم المدرسي. طبعا احنا قمنا بالتعليم على المراقبات وزارة التجارة والصناعة بالحملات التفتيشية على الأسعار المستهلك والتأكد من بلد المنشأ للمنتجات والمستلزمات المدرسية، وكذلك إذا كان هناك خصومات لابد من استخراج ترخيص تنزيلات أو خصومات من إدارة حماية. عدل أستاذ فيصل، ما هي الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة تجاه المخالفين من أصحاب المحلات والعاملين فيها؟ طبعا الإجراءات معروفة عندنا وزارة التجارة والصناعة، وهو عمل محضر مخالفة وتحويل المحل والسوق إلى النيابة التجارية، وكذلك أثر إخوان أصحاب المحلات بيع القرطاسية بالتزام بتعليمات دولة الكويت بيع الشنط المدرسية والمستلزمات المدرسية التي توجد فيها أعداد قليلين، فإحنا حذرناهم بهذه الأمور، وراح يكون هناك وزارة التجارة والصناعة راح تتخذ كل الإجراءات القانونية في هذا الشأن. كذلك تنوع الجمعيات التعاونية لابد من عمل خصومات وكوبونات للمستهلكين، وذلك تخفيف أعباء على المستهلك على رب الأسرة
بالضبط. مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة فيصل أنصاري، جهودكم واضحة وبشهادة الكل، شكرا جزيلا.